مالفا بودينج حلو بشهي، معروفة في جنوب أفريقيا. أنا عادة وقت أسافر بحب ذوق الأكلات اللي مشهورة فيها البلد اللي بكون فيه، وخاصة الديزرت، وهيدي المالفا بودينج وحدة منهم. كتير بحبها وكتير بحب كيف بيقدموها. جبت الوصفة، جربتها، عملناها بالبيت والكل حبها، وصارت من الديزرت اللي معتمدينها. هلا رح أعطيكم الوصفة ورح أقلكم كمان كيف بتتقدم. تتقدم هي بثلاث طرق، بيقدموا معها أو الآيس كريم على فانيلا أو الكاسترد أو الكريمة. أنا عطول بقلن جيبوا لي الثلاثة. هلا لنحضر المالفا بودينج بدنا أول شي يكون عنا زبدة بحرارة الغرفة، رح أخلطها مع السكر ومع البيض. أول شي عندي الزبدة، ضروري إنه تكون بحرارة الغرفة، هيك شوي نخلطها ورح زيد معها كباية من السكر. الزبدة هو معلقتين من الزبدة مع السكر، نخلطهم هيك كتير كتير منيح. هيدي الوصفة يلي بحبه فيها إنه فينا نخلطها بدون خلاط كهربائي، بس أنا بدي أزيد هلا البيض، فبحب عطول إنه أستعمل الهاند ميكسر الالكتريك الكهربائية، بس للي ما عنده كهرباء هاي الوصفة بتجنن. بنخلط شوي بعد الزبدة مع السكر، وراح زيد بيضة واحدة. راح زيد شوي من الفانيلا. هلا هني عادة بالوصفة الأساسية ما بيزيدوا فانيلا، بس أنا بحسيت إنه الفانيلا كتير بتعطيها هيك بوست للطعمة. بدنا نزيد كباية من الحليب. ورح زيد معلقة المشمش. المشمش لازم يكون ممروت، يعني لازم يكون ناعم ما فيه قطع لحتى ينخلط بسهولة أكتر. هيدا هو السر يلي بيعطي المالفا بودينج اللون. لونه هلأ بيطلع غامق شوي، إنه شو اللي عطاه هيدا اللون هو مربى المشمش. هلا بدي زيد كباية من الطحين، طحين الكيك، وبدي زيد معهم رح ضيف لهم معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من البيكنج صودا. أنا على قد حاطة هون معلقة بمعلقة. وبدنا معلقة من الخل، دايما بس نكون عم نزيد الطحين نتأكد انه الحفاف تبع الجات ما فيهم طحين حتى كل المزيج ينخلط منيح. هلا المالفا بودينج فينا نخبزها بصينية خبز او بوعاء مثل هيدا الوعاء، كمان تكون حلوة اذا في جمعة. واذا بدنا هيك بورشنز اصغر مثل الفوندان، حطيتهم برماكينز اكيد دهنتهم زبدة وطحين. رح حط 2 سكوبس بكل وحدة. الفرن ضروري يكون حامي على درجة حرارة 180 قبل ما نحطهم، فنتأكد ان الفرن يكون كتير حامي، وبدهم تقريبا 20-25 دقيقة. هلأ من الاشياء يلي كمان عجبتني بجنوب افريقيا، هيدي الوردة يلي عم تشوفوها، هيدي
هي الوردة الناشونال فلاور تبع جنوب أفريقيا. ليش هي الوردة الناشونال فلاور؟ لأنها موجودة بكثافة بالجبال وبالمناطق كلها بهالبلد، وممنوع أنه الناس يقصوها من الجبال بدون إذن. هيدي هي بالنسبة لهم مصدر للمال، وبيقدروا يبيعوها بالمطاعم والمحلات، والناس بيشتروها وبيصدروا منها كتير. وموجودة عندنا هون بالإمارات، واسمها كينج بروتيا أو بيقولها بروتيا. وبس هيك حبيت شارككم هالمعلومة الكتير حلوة كمان عن ساوث أفريكا. هلأ هيدي الوصفة بتكفي لثمانية راماكينز إذا بدكم تعرفوا تقريباً قديش الكمية. هلأ الفرن عم حميه على درجة حرارة 180، رح حطهم بصينية وحطهم بالفرن تقريباً 20 لـ 25 دقيقة. بس عطول بقلكن خلوا عينكن على الفرن، لأنه كل فرن بياخد وقت مختلف. أنا عندي الكونفكشن أوفن يلي هو على الكهرباء، يعني لا من تحت ولا من فوق، إذا بالغاز العادي بس ولا عليها من تحت. وتأكدوا دايماً أنه الفرن يكون كتير حامي على نفس الحرارة يلي هي 180. حطيت هالرماكنز بالصينية لأنه أهون لحتى نحطهم ونشيلهم، لا بدي زيد مي ولا شيء. وبشوفكن بعد 25 دقيقة. بالوقت يلي منكون عم نخبز فيه الكيك بدنا نحضر الصوص يلي بدنا نسقي فيه الكيك، وهو يلي بيعمل كل الفرق بهالوصفة. عندي هون كباية من الحليب، رح استعمل 1 بود من الفانيلا. الفانيلا كتير أساسية بهالوصفة. رح حط كمان البود الفانيلا بقلبها لحتى تاخد كل الفانيلا يلي موجودة. ورح زدلها 3 معالق من السكر كاستر شوغر، 3 معالق من الزبدة، ورح حطهم كلهم على النار. أنا بحب ريحة الفانيلا على إيدي. بيشهوا ريحتهم بتشهي هيك. انا بدي اياه هون، بدي اسقيهم بهالميكس يلي حضرناه يلي هو عبارة عن سكر وحليب وزبدة وفانيليا. 2 سخنين، الميكس سخن والكيك سخن. رح خلي شوي من المزيج للتقديم. هي لازم تتاكل سخنة، إذا لا بترجعوا بتسخنوها بس بتكون تقدموها. رح أقدمها مع الآيس كريم، بس الآيس كريم لازم يكون على جنب. هيدي مع الآيس كريم، ورح أخد شوي من الكريم يلي عندي هون وارجع اسقي فيه بعد شوي نقطة فانيلا على الحليب، ونقطة هون. وهيك صارت الملفا بودينج جاهزة، بس علينا انه ندوق. يلي بدي قلكن اياه انه معظم الاديبل فلاورز يلي موجودة بالمنطقة عنا هي من افريقيا، وخاصة من ساوث افريكا. فالثيم كله اليوم ساوث افريكان. بدي اياكن تجربوا هالوصفة الكتير طيبة.